مشاهدين قناة شبكة تيفي، مرحبا بكم. معنا اليوم سحر صديقي. سحر صديقي المغنية والممثلة المغربية المعروفة، المتخرجة من The Voice، واللي تعرفات وتشهرت اكثر بالمسلسل ديال زينة. نقولوا لك زينة ولا اللي بغيتو؟ انا لحد الان باقا كيعيطوا لي زينة، فاللي بغيتو. سحر، اليوم جيتي عند نرجس باش تباركي لي لها العقيقة ديال اكيد، فانا اكيد لبيت لها الدعوة ديالها، وانا فرحانة اللي انني من المعزومين القلال اللي يعني بغاتهم يكونوا معاها في الحفل، وانا نرجس عزيزه عليا وشغلنا اونصامبل بليزيوغ فوا وكتجمعنا صداقه زوينه. قلنا لك كتجيك نرجس الممثله بعدا؟ تبارك الله عليها، ممثله يعني عندها ما تقول، واختفت شويه على الساحه الفنيه. كنتمنى اننا نزيدو نشوفوها بقوه ان شاء الله. غتشوفوا سحر صديقي في هذا رمضان؟ اكيد غتشوفوني في هذا رمضان. كنوجد لكم واحد المسلسل جميل جدا مع واحد نخبه من الفنانين الزوينين، ولا سيغي القصه ديالها رائعه. كنقول للناس ينتظروني في الاولى ان شاء الله. اخراج ديال لميس خيرات. قول لنا سحر، شنو المشكل ديالك؟ مؤخرا طلعتي بواحد ستوري كتقولي اللي مزوجه كنصحها ما ديرش الشركه مع راجل، ما تشاركش. وي كنهضر عن تجربه، لان ملي كتشاركي يعني الخدمه، ماشي الخدمه مي الوراق والشركه، وكيولي داخلين مع بعضياتكم وكتوليو في شركه وحده، يعني كيقدروا يطراو بزاف ديال المشاكل، ويعني وهذا الشيء هذا كيدخل حتى للدار، يقدر يدخل للدار ويأثر اكيد على العلاقه الزوجيه. فما كنصح حتى شي واحد يشارك، يخلي داك الشيء بعيد، باش الا كان شي مشكل يكون شخصي، ماشي يكون شخصي زائد عملي. صافي هي الروينه هي فما. حنا دابا تصدمنا في الطلاق ديالك، كيف جميع المغاربه تصدموا لان كنشوفوا الحب واحد العلاقه زوينه، كنتو كتخرجوا كتبانوا عصافير الحب ما شاء الله، ولكن المهم داك الشيء مكتب، ما تفقتوش بحال الحل الطلاق حل الله. ما غنسولكش على السبب، ولكن يعني واش اكسبري كتبانوا هكذاك في السوشيال ميديا وما كتبغيوش تبينوا المشاكل، ولا لا هي هذاك الشيء اللي كنت كنبين انني يعني كنبغي الزوج ديالي، واكيد حتى هو كان كيبغيني، يعني حقيقه، لان انا واحد الانسان ما تندير حتى شي حاجه بالعاني، انا كنكون على طبيعتي. فاكيد عشنا علاقه حب يعني زوينه وكبيره، ولكن مالوغوزمون يعني ما عجبونيش بزاف ديال الحوايج، والطبع ديال كل واحد مختلف، ومشاكل ديال الخدمه حتى هما زادوا اثروا. ففضلنا اننا يعني انا اتخذت القرار هذا، وان صافي خاص يوقف هذا الشيء هنايا. ما غاديش نسولك على السبب، ولكن غادي نسولك غير واش الخدمه ديالك اللي هي كانت السبب؟ لا كانت لعبات واحد، ماشي الخدمه ديالي، مي الشراكه ديالنا لعب واحد الدور كبير، ان تخلق لينا بزاف ديال المشاكل، ولكن ماشي هما بوحدهم اللي كانوا مشاكل شخصيه كذلك. صحابي سحر يا سحر، غني لينا شي حاجه، حيت دابا شفنا بان تمثيل خفك شويه من الغناء. ولكن راه كنوجد الجديد، وقريبا جدا غادي نطرحوا لكم ان شاء الله. قولي لنا. لا 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 دابا امبوسيبل، دابا اصلا ضربني البرد. ما لا ماشي تغني، قولي لنا الجديد شنو غيكون؟ سينجل؟ يكون سينجل ان شاء الله، كليب ان شاء الله، و لا كومبوزيسيون ديال الاخ ديالي يوسف الصديقي، سي ان انجينيور دو سون كومبوزيتور، ستيل مختلف. الراي؟ لا ما نخليه مفاجاه. تخليه مفاجاه. اخر كلمه شنو غتقولي للجمهور؟ كنقول للجمهور شكرا على الدعم ديالكم ليا، شكرا على المتابعه ديالكم ليا، كنبغيكم بزاف، كنقول لكم سينو الجديد غادي يعجبكم. حنا تنبغيوك سحر كذلك، وانا متاكده الجمهور ديالك كيبغيك وكيحبك وكيدعمك. شكرا لانك تقبلتي الدعوه ديالنا، وشكرا للمشاهدين الكرام. كانت معكم سحر صديقي كيف ما شفتوا، تبعوا معنا الباقي. اشترك الان في قناه اشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.